سمعنا كلام كتير جدا جدا في كل الازمات اللي بتمر بيها المجتمع المصري من ارهاب. اتمنى ده يكون في كلام جديد، ويمكن في ناس تختلف معانا، يمكن في ناس تختلف معانا، بس الناس اللي هتتفرج على الفيلم باحساسها وقلبها هتنبسط اظن، وهتتاثر اظن، واتمنى ان احنا نكون مؤثرين بحجم احساسنا بالمسؤوليه بجد واحنا بنعمل الفيلم ده. الفيلم ده اقسم بالله ان انا عملته وشقيت فيه وتعبت فيه، ما عنديش اي مطلب غير انه يبقى حاجه للمجتمع بتاعي ولناسنا في كل مكان في العالم مش بس في مصر، ورساله مخلصه للدين بتاعنا، واتمنى ان ده يوصل. اي حاجه تاني يعني انا ما تهمنيش، اي حاجه تاني ما تهمنيش. الفيلم طبعا كله عناصر مهمه وتحترم وليها تاريخ. انا بشوف ان الروايه مهمه، والفيلم تم معالجته بشكل مهم. علاقتي بمجدي تمتد حوالي 45 50 سنه من اما كنا في الجامعه، فاحنا اصدقاء من زمان، ونتطابق في بعض او نختلف في بعض الاحيان، لكن اعتقد ان احنا مقدمين فيلم مهم للسينما المصريه. الدور اللي انا بعمله في الفيلم ده دور صغير، ولكن في قدر كده من هيبقى صادم شويه، يعني انه هو في ولد عايز يغير دينه، وازاي الشيخ حاتم عمرو سعد هيتعامل مع الشخصيه دي. فهو شخص عايز يعمل مشكله حواليه، ولا هو مؤمن بجد، ولا هو حاجه بين الاثنين، فهتبقى مفاجاه يعني. وانا يشرفني ان انا اشتركت في الفيلم. دكتور محمد العدل هو اللي يعني اللي رشحني الاستاذ مجدي احمد علي، وطبعا انا مبسوط جدا بالتجربه دي، بالذات ان هي فيلم جد وفيلم مهرجانات وكده. دي كانت امنيه حياتي ان انا اشارك في مهرجان، يعني فيلم حتى لو ضيف شرف وكده، فاتحققت يعني الحمد لله. والله فيلم مولانا انا بسمع من عمرو عنه كتير، بيحكي لي عنه كتير، بجد رسالة أتمناها إنها توصل من كل خلال من خلال كل من خلال الناس كلها، تفهم إنها رسالة سلام، رسالة حب. يعني الفيلم لما تسمع مولانا تفهم إن هو فيلم ديني أو فيلم سياسي، لا، الفيلم بيحمل رسالة حب اللي هي بتحملها أصلا الدين، بتحملها أي دين، دين بجد سماوي بيحمل إن هو حب الناس. هو الفيلم بي 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 بيقول إن إحنا نستوعب بعض ونفهم بعض، فهو ده رسالة الرب توصل للناس.